يلا حاج جدا. يعني كان مثلا ايه يخرج السلام عليكم وعليكم السلام مع نفسه، بس الله اكيد ما شفنا منه حاجه، محترم جدا وعنده بنتين وراجل كان متجوز. بيشتغل؟ هو تقريبا كان دكتور، هو لا اللي اعرفه. الفترة اللي قعدها هنا طبعا لا فوق ما كان كانش بيشتغل. شغال، كان بينزل يروح لاخواته وبيجي اخر النهار السلام عليكم وعليكم السلام، ما حدش ما شفناش يعني منه هو كان قاعد حاجه. في البيت على قد خروجه بره ويرجع يقعد في البيت تاني. فهو جه من بعد العيد الصغير، يعني ايه كبير بقى؟ لا من بعد العيد الصغير، العيد الصغير؟ يعني قبل العيد الكبير. فجي قاعد لحد اللحظه بتاعت امبارح، جه حوالي احكي الساعه لنا 9 حاجة كده، ساعة مشروطة دخلت كده. والله انا كنت نايم، انا قمت على الدربكه بصيت لقيتهم منزلينه ومغمينه كده وراحوا مركبينه وراحوا واخدينه ماشي. كان حوالي قد ايه كده الشرطة؟ تشكيلات؟ لا كان كتير، كان عساكر كتير وبتاع، كان ناس نحيل وناس في الحوشه وناس ورا، كانت الدنيا دربكه يعني. يعني هم مثلا ضربوه حد؟ لا لا هم طلعوا جابوه يعني زي ما تقول كان قاعد في الاوضه. ها؟ وكمموا له عينيه ونزلوه. كانت تقريبا الساعة كام كده؟ حوالي 9:30. 9:30 الليل. الشرطة رجعت تاني بعد ما خدوه؟ الشركة رجعت حوالي الساعة 1، طبعا كان بدور على جهاز كمبيوتر وبتاع، فسألوني قالوا لي ما حدش جه بعد ما خدناه وبتاع، قلت لهم لا مفيش حد جه ولا حد راح ولا حد جه. طب لما طلعوا المرة التانية خدوا جهاز كمبيوتر وهم نازلين؟ لا كان راحوا جابوه من عند واحد قريبه يعني. جهاز الكمبيوتر ده؟ تقريبا كان ايه ودوه مع واحد قريبه بعد ما هو مشي، خدوه مشوا وهم راحوا جابوه النهارده. يعني اهله لما الشرطه خدته خد جهاز الكمبيوتر راح ودوه عند واحد قريبه؟ كان حاطه فين عند قريبه؟ مش عارف والله. ما هنا قرايب كتير يعني. مش. تمام. من القريه برضه. من البلد. فيجو